في الأكتواليتي لليوم معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي، أهلا وسهلا. شكرا ليك. بداية أسبوع موفقة ليك وللجميع اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم. أخبير به سي حمادي نحكي عليه، رؤية متفائلة للاقتصاد التونسي في ظل مؤشرات تقريبا كلها سلبية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اتفاق ما نعرفوش وين ماشي بالضبط، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المرتقب طبعا هذا الاتفاق. نلقاه اليوم حديث على أن تونس قادرة على إنقاذ اقتصادها وبإمكانها أن تحقق نسب نمو هامة قد تصل إلى 7%. الكلام هذا مش كلامي أنا، هو كلام الخبير الاقتصادي والمالي السيد عز الدين سعداني اللي هو ضيفنا توا. مرحبا بيك سي عز الدين على إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. مرحبا بيك، شكرا على قبول الدعوة. سي عز الدين، لو كان نحكي شوية على بعض المؤشرات الاقتصادية، مش نلقاو كل المؤشرات تقريبا سلبية، في حين تصريحك قلت بأن تونس قادرة على إنقاذ اقتصادها وبإمكانها أن تحقق نسب نمو هامة قد تصل إلى 7%. لو كان توضح لنا سي عز الدين كيفاش هذا، يعني أي استراتيجية يمكن اتباعها لتحقيق هذه النسب الهامة من النمو؟ تونس فعلا عندها كل المقومات اللازمة باش يكون عندها اقتصاد ناجح. واقتصاد ناجح يعني اقتصاد يخلق النمو، اقتصاد يخلق مواطن الشغل، واقتصاد يخلق الثروة. كل المقومات موجودة، ولكن الذي حصل منذ 11 سنة هو أننا يبدو أننا أهملنا الجانب الاقتصادي وركزنا بصفة مشطة على الجانب السياسي أو على الصراع السياسي، لم يكن مجديا في كل الأحيان في حقيقة الأمر. لكن حتى في الصعوبات اللي موجودين فيها احنا الآن، نحلل أوضاعنا نلقاو أن هناك إمكانيات لإعادة انطلاقة اقتصادية جيدة جدا وإصلاحات جيدة جدا. لكن اللي الحقيقة يعني يثير التساؤل، علاش تونس إلى حد الآن ما دخلتش في إصلاحات اقتصادية كبرى؟ علاش تونس ما دخلتش في عملية إنقاذ لاقتصادها إلى حد الآن؟ علاش تونس تربط هذه الإصلاحات بتقدم أو عدم تقدم المحادثات التقنية ثم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل أن يعني التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي شرط مسبق باش نقوم بالإصلاحات؟ كل هذه التساؤلات معناها قاعدين نقوم بها ونحلوا في أوضاعنا، نقولوا يا ناس راهو بلادنا عندها كل المقومات باش تكون اقتصاد ناجح. ما هي هذه المقومات؟ هذا يعطي ظروف لإنجاح العملية السياسية. به سي عز الدين، قلت أنه تونس لها كل المقومات، لو كان نرجع شوية معك بأكثر تفاصيل على هذه المقومات اللي تمتلكها تونس اليوم واللي تمكنها لو اتبعت هذه المقومات وركزت عليهم يمكنها من تحقيق نجاحات اقتصادية ويعني تحسين المؤشرات الاقتصادية في البلاد. أنا نعطيك مثال، ما الذي ورط تونس اليوم في هذا التدين المشط؟ بكل وضوح تونس مع الأسف ما قامتش بالإصلاحات اللازمة لتخلي الاقتصاد يكون فيه نمو، ولكن في نفس الوقت نفقات الدولة ارتفعت بشكل كبير جدا بمعدل تقريبا 11% سنويا. كيفاش في بلاد ما تنتجش نمو، ما تنتجش ثروة، والدولة تسمح لنفسها باش تزيد في نفقاتها بهذا النسق المرتفع جدا وتمول هذه النفقات باش بالدين؟ علاش ما نقوموش بمراجعة كاملة لنفقات الدولة ونمط إنفاق الدولة ونخصص جزء من موارد الدولة لتمويل الإصلاحات الاقتصادية، ثم أيضا لإرجاع الدولة لدورها الأساسي في الاستثمار العمومي؟ كانت الدولة تخصص ربع الميزانية متاعها للاستثمار العمومي، والاستثمار العمومي كل التحليل والدراسات تبين أنها القاطرة الأساسية بالنسبة للاستثمار بصفة عامة. وقت الدولة تستثمر، القطاع الخاص الداخلي يولي نجم يستثمر. وقت القطاع الخاص الداخلي يستثمر، ينجم البلاد نجم تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة. الآن خلينا الدولة تنفق يعني بشكل كبير جدا على النفقات العامة، وغيبت الدولة فيما يخص الاستثمار العمومي، وبالتالي أثر على كل سلسلة الاستثمار. القطاع الخاص الداخلي ما عادش يستثمر، وبالتالي القطاع الأجنبي
ما عادش يعتبرته كوجهة استثمارية. به ورجعت نمط إنفاق الدولة عبارة على تاريخ سيارة من الإصلاحات اللي تخلق لك يعني نقاط نمو إضافية كل سنة. ولكن مش هذا الإصلاح الوحيد، هناك إصلاحات أخرى وطرق سيارة أخرى للإصلاحات اللي تخلينا فعلا نجم المر يعني في 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 ظرف سنوات قليلة إلى نسب نمو ب 6 و7%. سي حسدين، حكيت على الاستثمارات الأجنبية في تونس، هل يمكن الحديث على استثمارات أجنبية في ظل هذا الوضع السياسي؟ وأنت تعرف سي عزدين أنه أي مستثمر سيبحث عن الاستقرار السياسي في أي دولة يتوجه لها. صحيح، الوضع السياسي في, في, في تونس من أهم الأسباب اللي عطلت عملية النمو في تونس، ولكن مش هو السبب الوحيد مثل ما قلت. وقت القطاع الخاص الداخلي ما ينجمش يستثمر، الأجنبي يقول لك أنا ما نجمش نجي. وقت التي تخلي التصنيف الائتماني نتاعك يتدهور وينزل 9 مرات متتالية، وهنا للتذكير في 2010 كان تصنيف تونس بي 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 بلس مع توجه إيجابي، يعني كنا على بعد خطوة واحدة من تصنيف A. نزلنا 9 مرات وأصبحنا الآن مصنفين سي 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 موا مع توجه سلبي. شوف معناها قداش تدهور هذا التصنيف. طبعا المستثمر الأجنبي ينظر للتصنيف الائتماني أولا، اثنين يقول لك شوف ولاد البلاد يستثمروا ولا ما يستثمروش، وبالطبيعة في ظل هذه الأوضاع زيد عليها معناها الأوضاع السياسية يقول لك أنا ما نستثمرش في تونس لأنه مانيش مضمن أنه فما رؤية واضحة وأنه فما معناها قضايا يشتغل لي في 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 صورة حصول مشاكل كيف تجيل القضايا يلقى حقه ويلقى حقه بسرعة. القوانين والترتيب هل هي مستقرة فعلا، هي مطبقة فعلا، كله يأخذ بعين الاعتبار. وهذا اللي خلانا اليوم مناش قاعدين نستقبل في استثمار أجنبي، بينما فرص الاستثمار موجودة ونعرف اللي هي موجودة، ولو نتمكنوا من استرجاع الثقة تاع المستثمر الأجنبي يزيدنا نقاط نمو إضافية مهمة جدا جدا جدا. وهذا هو له يعني مش عملية سحرية، هذه الإصلاحات هي اللي توصلنا إلى يعني أن يكون عندنا نمو سريع ويكون عندنا خلق مواطن شغل وخلق ثروة وتحسين مستوى عيش المواطن التونسي الذي يبقى هو الهدف الأساسي. طيب سي حسدين، اليوم الكثير يعني يعول على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للدخول في جملة من الإصلاحات، في نهاية الأمر هو اقتراض أيضا، وهذه الإصلاحات يعني نعرف موقف حتى اتحاد الشغل منها يعتبرها مجحفة على فئات الشعبية يعني التونسية. ألا ترى أنه هذا نفس التمشي اللي ماشيين فيه اللي هو التدين والاقتراض، أم أنه هل يعتبر اتفاق صندوق النقد الدولي حل اليوم للدخول في هذه الإصلاحات، أم أنه فما بديل آخر عليه ربما يكون أفضل أو مجانب وموازي يعني مع اتفاق صندوق النقد الدولي يجب على تونس أن تتجه ربما نحو استراتيجيات أخرى؟ نرجع نفس السؤال، علاش ما قمناش بالإصلاحات بالتوازي أو قبل حتى الدخول في المحادثات مع صندوق النقد الدولي إذا كنا مقتنعين أن هذه الإصلاحات ضرورية للبلاد، سواء توصلنا إلى اتفاق ولا ما توصلناش إلى اتفاق. ثانيا اليوم خلينا أنفسنا في وضع صعب جدا، الميزانية متاع الدولة متاع الأرقام الوقتية متاع 22 تقول أن الدولة في حاجة إلى 20 مليار دينار من القروض الإضافية لسنة 22. كان هذا قبل اندلاع الحرب أوكرانيا، الحرب عقدت الأمور أكثر فأكثر، الآن أصبحنا نحتاج إلى 25 مليار دينار من القروض الإضافية. والسؤال من أين وإلى أين، وعلاش الدولة تخلي نفسها مرتبطة ومرتهنة بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ علاش الدولة التونسية تستورد 60% من حاجياتها من الحبوب؟ علاش الدولة التونسية اللي كانت عندها 1,500,000 هكتار من الحبوب في سنة 2010 اليوم عندها 950,000 هكتار؟ علاش الدولة التونسية تدفع في قنطار القمح للفلاح الروسي أو الأوكراني تعطيه 220 دينار والفلاح التونسي تعطيه 100 دينار فقط وما توصلوش ل 100 دينار؟ كل هذه السياسات لما تتغير كلها عندها نقاط نمو إضافية تزاد
على الوضع نتاعنا ونبداو بتدرج طبعا وبالاصلاحات اللازمه نجموا نوقفوا الاقتصاد هذا ونرجعوه ينتج فعلا 6 و7% نسبه نمو سنويا. مرحبا سي عز الدين، تفاعل معايا مع سيادتك بخصوص الامكانيات. سامحني ما نسمعكش مليح. مرحبا سي عز الدين، معك حماد البخلوتي من المجتمع المدني. ظهر لي الميكرو نتاعك مش محلول سي بالقدس. والله انا نتكلم بالقوي ما نعرفش. تفضل سي حماد، شنو سؤالك تميسال تو نعاود لسي عز الدين؟ سؤالي هو انه الاقتصاد التونسي بامكانه انه يكون افضل لو احنا احسننا التصرف في مواردنا. نذكر مثلا كميه القمح اللي كلها الحمام، نذكر مثلا ان الفوسفات ما كانش يخدم، نذكر مثلا ان النفط ما كانش الكونتور محطوط، يعني ثم كنا مقتنعين ان كتله الاجور برشا، ان عدد الموظفين اكثر مما يجب، وهذا في نفس الوقت تطلبه البنك الدولي ولكن احنا مقتنعين به. سي عز الدين لو كان سمعت سي حمادي يقول بانه لا ما سمعتوش فوالا باش نعاود لك سي عز الدين. يقول سي حمادي انه اقتصادنا كان ممكن يكون افضل في وضعيه افضل لو كان احسننا التصرف في مواردنا ساعه قبل كل شيء، وكتله الاجور منذ سنوات قاعده تتراكم وتتزيد حتى اكثر من اللازم في بعض الادارات والوزارات، فهذا ربما اللي خلى الوضعيه الاقتصاديه تكون على ما هي عليه اليوم. نعم شكرا سي بقصوتي على هذا السؤال. ونحن عشنا سنوات طويلة جدا على كذبة كبيرة برشا اللي اسمها شراء السلم الاجتماعية. أطراف سياسية وأطراف نقبية وأطراف أخرى قالت أنه في تونس يلزم تضحيات لشراء السلم الاجتماعي، وكنا نقول بكل وضوح أن السلم الاجتماعي لا تشترى ولا تباع، راهي ما تتباعش وما تشتراش، راهي تتبنى، تتبنى بالثقة وتتبنى بالصدق وتتبنى بالسياسات الحقيقية وتتبنى بعملية تنمية شاملة اللي تخلق مواطن الشغل. السلم الاجتماعي ما جي إلا بخلق مواطن الشغل اللي بيحفظ كرامة المواطن التونسي ونعطيه مواطن شغل حقيقي مش مواطن شغل مزيف. فعلا أغرقنا بلادنا في نفقات، اليوم كتلة الأجور ومش مستوى الأجور، كونوا واضحين، مش معناها احنا نقولوا راه مستوى الاجور في الوظيفه العموميه مرتفع جدا، هذا غير صحيح، هي كتله الاجور، يعني ما يدفع كمبلغ اجمالي للاجور تاع الوظيفه العموميه نظرا لعدد الموظفين اللي بطبيعه مش متماشي بالكل مع حجم البلاد وحجم الاقتصاد. هذا هو الاشكال. اليوم عندنا اغلى اداره في العالم نسبيا، اغلى اداره في العالم، هناك بلدان اللي كتله الاجور فيها تمثل 5 او 6% من الناتج الداخلي الاجمالي، بلدان اخرى 7 8 10%، نحن الان في 17%، وبالتالي عندنا اغلى اداره في العالم. مع الاسف ما عندناش في المقابل خدمات اداريه المردوديه فعلا في خدمه المواطن التونسي وخدمه في خدمه المؤسسه الاقتصاديه التونسيه وفي خدمه عمليه التنميه. اللي وصلنا لهذا هو من ضمن الاشياء طبعا هي هذه الكذبه الكبرى نتاع لابد من شراء السلم الاجتماعي اللي خلتنا نقوم بانتدابات خطيره جدا. ومحكمه المحاسبات الان تخرج في التقارير نتاعها، واخر تقرير مثلا قلنا انه في وزاره التربيه فقط هناك 12,000 اللي دخلوا بشهاد مزيفه، وهذا خطير جدا. في وزاره الصحه هناك من دخل بشهاد مزيفه، والسؤال اللي يوجه الان للمسؤولين وحتى للمواطن التونسي، إذا كان مثلا ونزه كل الأطباء، إذا كان عندك طبيب تخل بشهادة مزيفة، هل أنت على استعداد تخليه يداوي تونس؟ أو إذا كان عندك معلم أو أستاذ تخل بشهادة مزيفة، هل أنت مستعد باش تخليه يقري الأطفال التوانسة؟ هذه الإصلاحات نجم تكون صعبة، ولكن إذا كان ما نقومش بها إحنا يقوم بها حتى إنسان، والمؤكد أنه كي نقوم بها هذا الاقتصاد قادر فعلا على إفراز نمو بنسق مرتفع 6 و7%. يعني لازم خطوات جريئة سي عز الدين. يعني لازم خطوات جريئة تتخذهم يعني الدولة في هذا الخصوص. نحب نختم معك بسؤال سي عز الدين، هل تونس اليوم أمامها حل آخر وهو التوجه إلى شراكات أخرى مثلا الصين؟ هناك من يدعو إلى الخروج من الضغوط الأمريكية مثلا والأوروبية والبحث عن حليف آخر مثلا الصين. يعني هذا تفكير يحترم، ولكن مثل هذه الخطوات راهي ما يتمش اتخاذها وقت الازمات، يتم اتخاذها وقت اللي يكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيد جدا. كنا ننادي منذ سنوات عديده، منذ اكثر من 20 سنه نقول راهو معناها ان يكون
العلاقة نتاع تونس مع الاتحاد الأوروبي بهذه القوة فهذا جيد، ولكن وقت نعمل 75% من تبادلاتنا التجارية مع أوروبا فهذا يعني أننا نخصص 25% فقط مع باقي العالم، وهذا فيه نوع من العزلة ونوع من التبعية للاقتصاد الأوروبي. لما يعني يتقلق الاقتصاد الأوروبي يأثر علينا مباشرة. كنا ننادي بتنويع هذه العلاقات مش مع الصين فقط، مع الصين عندنا أشكال أخرى، مع الصين عندنا يعني عجز متاع ميزان تجاري كبير جدا وغير معناها ما فيش تفكير حتى في استغلال هذا العجز أو في توظيفه لتطوير علاقات اقتصادية أوسع. ثم هناك بلدان في العالم اللي عندها ديناميكية اقتصادية محترمة جدا وإحنا ما عندناش معها علاقات، ما عندناش معها تبادلات. نحن في أمس الحاجة لتنويع علاقاتنا، ولكن نكون مقتنعين راهو التنويع اللي يتم في شهر لا في اثنين، سنوات عديدة وطويلة جدا باش توصل إلى توازنات تكون أفضل بكثير من التوازنات اللي عندنا الآن. واضح سيد عز الدين سعدان خبير اقتصادي ومالي، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الوضعية الاقتصادية والمقومات التي تعتمدها تونس لتحسين المؤشرات الاقتصادية. مواصلين معكم حتى لساعتين في ريكاب ميدي. الحياة فهم.